واش كانوا السراول ديال الوالده قد الرساله اللي تفرقع من الدم. طب نجربها نمشي بالدنيا القديمه مع الاف نجيب لها بقره نحطها فوق السطح وكل شويه نحكي. فين درتي الميكا ديالها؟ شي حته ايه رايك؟ شفت الناس كتقدا تجيب الخضره وتجيبها حتى وانت جايب لنا الكوش. فين درتي الميكا ديالها؟ شي حته مزيان. ايه رايك في البضاعه؟ ما مهرب لي المخدرات. ايه ستفتها البضاعه ستفتها لك. تبارك الله عليك. هاد البيضاء عرفتي دابا باش دابا شحال ولا كيتقام دابا هاد الدرب. كريم مازال تحت. علاش حيدتي من خنشة؟ والله مازال تحت. لا لا علاش حيدتي من خنشة؟ كده عشان بحطهم في بتاع كده. اه بحطهم. كاين التموين ديالو حنا كنحطو التموين ديال الماكلة هو حط التموين ديالو. جابهم لك النفايات النفايات. سامي تقسمهم انت وإلى. على مالو سامي كيديرهم؟ سامي كيديرهم؟ على سامي كيديرهم؟ تحكي لي على ولدي؟ انا بان لي حتى هو كيديرو. انا بان لي حتى هو كيدير. تقسم انت وبنتك لا طاي ديالك ما تزبط. ابوك يقول انت ما تتكلمين كده حشومه. لا لا والله استقبلها من ابوك لكن مش استقبلها مني. انا قلت لك اهو اللهم بلغت الدماغ العوجة. انا عدلها لك. الله اكبر. دماغك ماشي دماغي. لا عدلها لك برضه. مش كفايه انت بصي من كتر حلقه الدم بصي السخامه طالعه لي. الله اكبر الله اكبر. انتوا هتدينوا ولا ايه؟ هذيك الطحرينيات وخرجت تما. من نيتك هذيك الافعال الوحشه اللي خرجت تما. راه دابا هو داير ليكوش لبنته وليه هو اثنين وقع عليه هنا الضرب فموي. طرف ما وخصو. انا جاي اقول لك انا بقيت قدها بقيت انزل اشتري لك وش تتريق عليا. هات زوز. ايوا راه بنتك راه سي نورمال تنزل تشري. ايوا كتخيلتو. انت تعرف انا من فتره على اليوتيوب كنت منزل صوره ليا وانا صغير. الناس افتكروني من عصر اللاكوش. انا ما كانش على ايامي هادو. لا انت كنت من عصر ديال الخروق الخروقات. الخروقات ديال بريمير ايطاج القلعه ديال الطابله. والله لا الناس شافوا حاجه في الصوره افتكروها لاكوش. بس انا من على ايام اللي كنا بنقول عليها كفوله. الكفوله دي اللي هي كباسين حاجه شبه الكباسين او بتتربط حاجه زي الحته زي الحته لكن في الاخر في مشمع بيتغطى. ايوه في مشمع كانوا اشمع بالالوان بالصفر والاخضر. يعني بس لكن مش من ايام لاكوش. ولكن كان صعيب على الله. وكان عرفتي كدير لاكوش وكيكون غادي كيتمشى بحال جار معاه كرفان. كتبت لك الكبر ديال لاكوش. كتبت لاكوش ولا وقعت فيها النفايات ويلي كنقول تضربوا من النووي ينفى. هو غادي كيبركع. استني بس طب هو شكون هنا اللي كان حضر اللاكوش؟ لاكوش؟ عندك هي كانت بعد 88 كانوا هي كانوا غاليين ما كانش عارفين كان قليل كان قليل اللي كيشريها اسماء اللي حضرت لاكوش. ولكن هاجر كانوا ماشي ما كانوش لان كانوا كنا كنخرجوا جيبوهم من بليديا مره مزائين. لا دخلنا كان غالي يوم عيد ميلادي. كان غالي بزاف. طيب استني طيب على ايامك يا زوز كان فيه لاكوش؟ ويلي ماشي كان فيه لاكوش كانوا السراول ديال الوالده قد الرساله اللي تفرقع من الدم. كدير هكا بان لها شي خاميه هكا كتقول لك هذا يصلح لان علاش كيكونوا فاسكين دوك ليكوش ما يمشوش فين ما بان لها شي طوميطه ولا شي عرق طعن في قط ولبس او جيب داك الكواتشو ولبسك بحال الشومبري بحال غتقول اطحرك صبري بحال الرويضه تكتك. لا لا دوزنا هادو ديال ليكوش وكتمشى باش يكبر الحي القوت اللي معمرين ديال ديك الطوميطه كلها كتمشي انت بحال المركب بحال تقول بجد والله. طب على ايامك ايامك برضه طيبه كلهم سنه بحالي بحال. لا مشينا كنا بديكوش كنا ما كانوش ليكوش هذاك الوقت ما كان كنا كنبصلو كنا كيبصلو
اللي كان شي شويه كان كيفصل واحد التوب يقولوا له التوب قيطونه قيطونه غليظ كانوا كيفصلوهم وكيديروهم وكيصايبوا له وعاد ديك لا حياتي ما كتهزلكش وكانت ديك القلوعه ديال ميكا قلوعه مصايبين هكا بحال اكس بحال اكس دايرين هكا وهذوك هما اللي كانوا يعبدوا لك منا ومنا وصافي هادشي اللي انا كنقول لك هادو الصالون الاخرين ديال التكتكات كديرهم بلاصتي وكانوا شي وحدين حتى هما كيشدوهم حتى هما بالالوان ديال التكتك كيتسدو كينوط كينوط ولا سليب ولا كيشري داكشي لا لا كان داكشي هذا وديك ميكا واخا ديك ميكا ميكا وماشي هكاك ومنين تجي تصبنهم ايوا بيتصبنوا وينشافوا في تبع الشعبهم تاني وعرفتي وخصك 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 خصك ماسكا غاز خصك ماسكا غاز وتصبن داكشي عامر عرفتي هي كتكون دير الميكا كدير دوك الخرق حنا كنعيطوا لهم الخرق وعاود نديت هذا تشد الميكا ولا كانت شي حاجه شي نيفايه تلقات غير كتحل ديك النيفايه كيقول لك راه مع بطاطا النووي ماشي غير النووي الكيماوي السماوي وصحاب الحال ما كيشوفوش وكانوا واش كدير ليهم ما كانش حتى المصلوح ولا كان كدير واحد السله يقولها السله ديال القصب قصب هي من القصب وكدير مجمر في الفحم كدير الفحم وكدير ديك السله ديك الصبوط ودير وحده فوق وحده باش ينشفوا ما كانش حيت كان تكون فوق الشتا ولا يكون ما كانش فين خصك باش دير باني الا بدا شي طلميطه الواليده كتقطع زيد تشلي مشنا الريدوات لهنا بحال كتفرش دار ملي كيكون فازك والله كيعدي باش ما كان كان كنت تشتري كان بيع لك والله كلشي كي وقتي كون راه الجاكيطه لابسه يحيدوها لك ديرها لنا كلشي وكتشي كان الكلب بيبي مسكين كيطيب كتخاف مسكين طايب طايب ما دابا لا دابا الحقيقه دابا دابا مودا بالنسبه لكم نتوما دابا نتوما شويه ولكن دابا نتوما اللي وليتو كتولدوا والله الا فرحاتكم ايه كاين الغلا عليكم الغلا احنا زمان كنا بنقول على ايام ده طبعا مش هعرف اقولها بنفس بس حاولي حاولوا انتوا تفهموها كنا بنقول البيب بيجي بجنيه بجنيه بس دلوقتي بقى اغلى لا دابا دابا المشكله دابا المشكله ما كايناش مشكله دابا المشكله في الغلا الغلا اللي راه كاين ودابا عقل البيبي راه متع دابا متع لا ما تبقاش طبعا لا ما ليكوش وداكشي انت تجيب الباك كوش هو اليوم ولا يوم مره ولا مرتين في اليوم شي دابا غير مرتين في اليوم شي مرات ايوا انا بتكلم في كده مع القطاعه تبديله ديال لاكوش اش ما يطيبش اش ما كيطيبش ايوا اش غادي دير الضروره للضروره احكام ضروره بيبي بيبي ما تدرى لاكوش ولدناهم باش تهلا فيهم اكثر من كده اعمل بيبي مكان هذا اكثر من هكا مازال 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 ما شتي والو دابا هذه غير البدايه هذه غير البدايه ما قلتش حاجه غير البدايه لا لا هذه غير البدايه وباقا النهايه مازال مازال دابا نتايا دابا هاد اللي كوش بعدا راه كتلقاو كسهله ما غتصبن ما غتفك ما غدير والو ايوا حنا كنصابون وحدهم ينشفوا وصابون الحجره وصابون الحجره وعاودهم بالحجره انك ديك كتبقى حمراء ولا صفراء يا حقا عادي عادي بيبي ديال بيبي ديال بيبي ايوا هادشي اللي كاين دابا هذا هو المشكله هذا عرفتي دوك الخروق ملي كتحلهم وديرهم هكا مع الشمس بحال تقول شي تصويره ديال بيكاسو كاينه هنا قنبوله هنا قنبوله هنا قنبوله عاد النووي النووي كنت في النووي لا لا انت حضرت اللاكوش يا لا سامي العطوط سامي تبرع سامي تبرع سامي دار كاع الليكوش كاملين حنا كانوا الليكوش ما كيجيوش معاه كنديروا ليه هاد لامارك عنده الاليرجي وكدير ليه الحساسيه ونعاود نجيبوا مارك وحده اخرى طحنا ليه في لامارك سامي سامي الحم ديالو الحم ديالو رهيب مع الحساسيه هذاك وفيه الحساسيه وكان الحم ديالو مسكين كيطيب طيب راه صعيب دابا راه بنتك الحمد لله ولا راه الغلاف تعودت على ديك لامارك بقات على هذيك لامارك اغلى مارك والله يكون في عون هذا ديال هذا وانتم غير فلوس اللي كوش راه كنربيو بهم خمسه العاد الجايه الله يكون تبطل علاش جبنا لي في قريش قريش خليناهم حنا هو على الله يكون في عون مين على الله يكون في عون الى زعما فوق زعما الناس اللي دابا كيولدوا هذا كيولدوا لا لا كاينين كيطلبوا راه اللي غادي يولد راه خصو يفكر المصاريف ديال ليكوش المصاريف ديال الحليب المصاريف ديال الطبيب المصاريف ديال بزاف غير لي برودوي نتوما هذا ديال هذا ديال المجاهده ديال الحلابه المحلبه ما كايناش وكيمشيو للصيدليه هذا هو المشكل الحلابه سدات هذه شحال دابا الصيدليه هي اللي ما كانش فيه زمان كذا طبعا لبن لبن المحلبه شكون لبن المحلبه لا المحلبه الطبيعيه ما كاينه كاينه المحلمه فرماسيه
المحلابه مش المحلابه المحلابه اتودينا في داهيه المحلابه كالفورماسيون الفورماسيون ديال المحلابه وزيد وزيد هذا مادام اما بكري كنتي غير كخلى الاخر كتركت كاينه المحلابه الصناعيه صافي هذه كاينه دابا ديال الفورماسيون شويه من هنا وشويه من هنا ناش ما كاينش المحلابه ديال الدار مازال مازال احنا كان قبل ما كناش حتى هاد الحقاق ديال الفورماسيون ما كناش نجيبو الحليب ديال البقره غنمشي نجيبو انت اللي راه حليب البقره انت بنات كلا لا عليا انا انا دابا كنهضر واخا ما هضرات ما هضرك طرق النطح عليا كنبدا بالليل مو لا حول ولا قوه حيت الزوز الزوز ما كانش كيشرب الحليب الزوز كان كيشرب اللبن لبن لبن يعني هذاك حتى اللبن ديالنا اللبن ديالنا ماشي هو اللبن ديالكم لا هو هو ما كانش كيشرب الحليب كان كيتحملوا شده ديالو كيتحملوا كيشربوا اللبن هو كيشربوا اللبن كيشرب اللبن اللبن اللي رايب اللبن ديال سايكوك ودابا كان انا عرفت لا دابا داكشي علاش وليت دابا ولا فيا طايكوك داكشي علاش راه هادي شحال قلنا نجيبو بقرا نربطوها هنايا ساعة ما وصلنا ممكن طب نجربها نمشي بالدنيا القديمة مع إلاف نجيب لها بقرة نحطها فوق السطح وكل شوية نحلب البقعة تخام عليك غالية البقرة الجريئة 21000 درهم ياك لا 30000 درهم لا رخيصه برضه كاين فيها لا ما رخيصه 30000 درهم رخيصه 30000 درهم رخيصه تعالج معايا تعالي نضرب نشوف هتزيد عند ايه واحنا كسبانين واللي يفيد الا كانت بحال لاطاي ديالو ب 20000 درهم وممكن ممكن بحال لاطاي لما تبطل رضاعه ها لما تبطل رضاعه نبيع البقره سالوت يستفادوا ويرجعوا لنا تاني ندوك سلبوها لا نكريوها نكريوها سارود مدة معايا ترجع لنا تاني نكريوها صافي نكريوها سارود نكريوها اللي بغى يرضع يدي البقرة غادي يرضع الله واخا هكاك حنا تقامينا اما دابا ما تقاميناش رخاصة صاحبي راه داك الوقت حتى حنا والدينا حتى حنا والدينا داك الوقت ولكن استنى هاجر هاجر قعدت كم سنة ترضع؟ سنتين سنتين واسماء سنتين كلهم ونهى رضعت رضعت طبيعي سنتين طبيعي حلبتك طبيعي نهى والله عادي عادي والله مش عادي طبيعي نهى كانت عندها بقرة في السطح لا لا حاشا لغات هنا لا انت عارف انا بحبك والله مش قصدي لا هي كانت عندها بقرة اصلا انا انا استنى بس وكان عندهم عجل وانا انت تعرف انا رضع كم سنه؟ سنتين ونص ايه طبيعي لا طبيعي اه طبيعي ما ماتش فيك ما تمرتش ما تمرتش فيك لا تمر من ناحيه تمر هو تمر 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 حنة تمر حنة بس يعني امي تيجي تساليها تقول لها انت انا رضعت قد ايه تقول لك الواطي رضع سنتين ونص ويا ريته تمر هي هي ترميها لك كده هاجر لا هاجر كانت مريضه هاجر كان كان مرضات كان عندها شي حاجه في القلب مريض زادت ما كانش ما رضعتش رضعت غير سنه سنوان فرضت الحليب للجزائر ايه رضعت سنة عند الجزائر حليب الجزائر حليب الجزائر كيدخل معنا وحدة كنا كنجيبو في السمار لا كان رخيص ولا ما كان رخيص كان عندهم اكتمال ولا ما كان عقل كان ديال الجزائر رضعتي من عند الزواز يا ريتو طمر فيك مع زازيري ماشي دابا اش كدير بداكشي غتحسبهم شحال غتخسر عليهم النهار غنشوف شحال تخسر عليها عايز احسب البيب كام كام درهم لا دابا راه خدام كيحسب الفرق المجموعه اللي غادي ياخذوا عم لا حد يفتكرني ان انا كرزاز انا مش كرزاز انت ماشي قرزاز غير قريزيز راه كنقول لك قرزيز ايه قريزيز الصغر ديال قرزاز منيتي لا هو ماشي قرزاز ولكن كيصرف مازال في تحت عايزين ننزل نجيبو كديروا في كديروا في لا هو كيصرفهم دابا في الخروق تقرجيت كيصرفوا خروق ماشي يا زوز انا هسكت والله
يا تبرع لي انت سي تبارك الله انا نسدهم من بس بيدي انت هذاك راه 200 درهم على خطا بلو عندك كل 200 درهم على خطا والله داكشي حطهم على قلبك خافوا لا يطيحوا راك شويه بشويه اللي مشيت ترسم انا هسكت يا زوز خلاص ايوا شي هاد هكا تخيلت والله الا هكا تخيلت صافا زوز غبرنا عليكم بقالنا فتره بس استنوا اللي جاي هيبقى أحلى. يعتبر احلى وهيعتبر حاجات من زمان ودلوقتي ايه اللي حصل يعني زمان كان حاجه ودلوقتي حاجه تانية يعني زمان كان حماده ودلوقتي بقى حماده تاني ده بقول لك خرقانة سلام. Sit down.